صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. حبيت أكون أول المعايدين وأقولكم كل عام وانتم بألف خير وعيد سعيد نعاد عليكم بالصحة والسلامة، انتم أحبابكم أهليكم يا رب. ويلا مع بعض نعمل أحلى فنجان قهوة ونجهز ضيافة العيد قبل ما يجوا المعايدين. حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. عيد مبارك.